أحد الأيام قررت صيام يوم من أيام الأسبوع، وفي الصباح وجدت نفسي قد أفطرت فلم أكمل صيام ذلك اليوم، علما بأن صيامي كان تطوعا، فهل يجب علي إعادة صيام ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صوم التطوع لا يجب على الإنسان أن يكمله، له أن يفطر ويقطع الصوم، ولكن إكماله أفضل، لكن لو أنه أفطر فلا بأس بذلك، لأنه صوم نافلة وليس فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه قائم أمير نفسه، يعني في صيام التطوع إن شاء. وكذلك إذا دعي الإنسان دعاه أخوه إلى وليمة فإنه يجيب الدعوة، فإن شاء أكل وإن شاء دعا وانصرف، فهو بالخيار كما جاء في الحديث، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صيام التطوع. وإذا أفطر فإنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم، لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع ولم يجب عليه أيضا بالشروع فيه، وإنما هو لا يزال تطوعا أتمه أو لم يتمه. جزاكم الله خيرا.